السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم منذر، واليوم راح نستعرض لكم أفضل 10 ألعاب لعام 2019 من قناة Infinity Gaming. كل عام وأنتم جميعا بألف خير وسنة جديدة، ونتمنى أن تكون محفوفة بالآمال والنجاح والازدهار لجميع متابعينا ولصناع الألعاب أيضا، والتي تتطور باستمرار يوم بعد يوم، والتي ما تزال تبهرنا كل يوم من حيث الألعاب والتقنيات العصرية الحديثة. قررنا أن نعرض لكم مقالة لأفضل وأشهر 10 ألعاب لعام 2019. خلونا ما نطول في الكلام ونستعرض لكم أقوى الألعاب من منظوري الشخصي. المركز العاشر، Borderlands 3 أو في استوديو Gearbox بوعده، حيث قدم لنا جزء ثالث من السلسلة الشهيرة في أفضل حلته، وعرض لنا مثالا على لعبة لوتر شوتر المتكاملة، سواء من ناحية قصة مليئة بالفوضى والأكشن في كل جانب، مع بعض التدخل الهزلي الممتاز من قبل كلاب تروب، إلى أسلوب لعب ممتع جدا ستجرب فيه ملايين الأسلحة، بالإضافة لقدرات الشخصيات الرئيسية الخاصة والتي تعمل على تطوير الشخصية بشكل مستمر. ناهيكم عن طور اللعبة المختلفة End Game، والتي تجذب مرة أخرى لإعادة الكرة من جديد بشخصية وقدرات جديدة لتحسين من مستواك وتختبر مهاراتك على إثار الفوضى، وبذلك تكون واحد من أكثر الألعاب التي يجب أن تجربها حتى لو لم تكن من عشاق ذلك النوع، ولهذا استحق اللعبة أن تكون في مركز العاشر. المركز التاسع، The Outer Wood. عام 2019 كان مليئا بالألعاب لم تكن لتظهر على الساحة لولا غياب عناوين ضخمة كانت قد صدرت في عام 2018، والتي كان من الممكن أن تدفن تلك التجارب الجديدة تماما، وتعد The Outer Worlds واحد من تلك الألعاب والتي صممها أوبسيديان، يأخذ منحة RPG قوي تستند على قراراتك فيه مصيرية مدينك بأكملها، حيث حظت بقصة رائعة وأسلوب لعب ليس بالممتاز من ناحية قتالية، إلى جانب تصميم عالم مفتوح بشكل مميز والتي تأخذك في رحلة عبر الكواكب في مهمة مصيرية تستند على قراراتك الشخصية، لهذا استحق اللعبة أن تكون في مركز التاسع. المركز الثامن، كنترول. في الحقيقة لعبة مميزة للغاية، فهي صنعت تجربة فريدة من نوعها للاعبين، وبالطبع كان سر نجاح كنترول المطور الخاص للعبة وهو استوديو تريمدي، والذي تمكن من عرض اللعبة تحوي طور قصة رائعة يتبع نمط معتمد على قدرات الطيران في الهواء ورفع الأشياء وإلقاها على الخصوم، وبإمكانك أيضا استخدام السلاح، وتعتمد اللعبة على التحكم بالأشياء الغير الملموسة. أسلوب اللعبة كان ممتعا وغامضا في بعض الأحيان، إلى جانب أنها تعد أفضل لعبة طبقت خاصية تتبع بالأشعة، والذي يعتبر خيالي في اللعبة، ولكن قصر القصة ومشاكل التقنية التي عانت منها كنترول في البداية حالت بها في المركز الثامن في قائمتنا. المركز السابع، Death Stranding. الآراء متباينة بين النقاد، ولا أحد يقدر أن يقيم Death Stranding بشكل دقيق، والتي ظللنا لأكثر من عام نحاول فهم مجرياتها وحداثها، ولكن اتفقنا على شيء، ألا وهو عبقرية كوجيما في التنفيذ أفكاره الخاصة. فمن كان يتوقع أن تكون هناك لعبة تدور حول ساعة يقوم بإيصال طلبيات، ولكن تم تغطية على تلك النقطة بواسطة قصة قوية جدا وسيناريو معقد بالاستعانة بمجموعة من الممثلين المتمكنين والذي أدوا أدوارهم بامتياز، بالإضافة لاستخدام عناصر بسيطة من عالمنا اليومي في خلق عناصر وأسلوب لعب خيالي. وبالطبع لن ننسى دور الرسوميات والناحية الفنية البديعة، ولهذا استحق مركز السابع في قائمتنا. المركز السادس، Call of Duty Modern Warfare. تكلمنا كثيرا جدا عن نجاح استوديو Infinity Ward في إعادة سلسلة لجذورها بعد أن سئم الجميع من الحروب المستقبلية Battle Royale، ولهذا نرى أن الاستوديو لقد لحق السلسلة قبل الانهيار بخطوة ممتازة مثل خطوة Modern Warfare، والتي لم يكتفي المطور عندها فقط، بل عدل عليها وإضاف لها تغييرات محسنة مثل زيادة واقعية في أسلوب اللعب يركز على التكتيك والتخطيط بصورة أكبر، إلى جانب التطوير في جانب الأسلحة بشكل دقيق وواقعي من خلال نمط جان سميث. إضافة إلى ذلك، عودة حماسية لطور قصة المونتي بلاير المعهود، والذي تجدد عليه طور جراوند وور لتصبح أفضل لعبة شوتر من المنظور الأول في عام 2019، ولهذا استحق مركز السادس في قائمتنا. المركز الخامس، A Plague Tale Innocence. استطاع استوديو أسوبو إخراج قصة درامية ومثيرة وحابسة للأنفس لن تجد مثلها في هذا العام، فقصة أخوان يصارعان على البقاء في ظل تواجد مرض طاعون يفتك بكل شيء، لم تكن فقط مؤثرة بل كانت ممتازة أيضا في عرض علاقة بين أخ وأخته، حتى الأعداء كان معظمهم فئران وبعض الجنود، والذي كنت تتخلص منهم بنار قذف أو أحجار صغيرة، أي أن عناصر اللعبة لم تحتاج أن تكون متطلب بل جائد بسيطة جدا، ورغم
رغم ذلك خرجت ممتازة ومبدعة، ولهذا استحق مركز الخامس في قائمتنا. المركز الرابع Devil May Cry 5. كما ذكرت فإن النجاح كابكوم كان ساحقا في 2019، ولكن لا يرجع الفضل لهذا Resident Evil 2 فحسب، بل بسبب عودة واحد من أفضل الألعاب التي كنا نفتقدها بشدة، ألا وهي Devil May Cry 5 بقيادة كل من نيرو ودانتي وصائد الشياطين الجديد وهو في، في قصة حماسية مليئة بالأكشن والإثارة. ولا ننسى أسلوب اللعب هاك أند سلاش، والذي أسلوب اللعب كان ممتعا جدا وغير مكرر، ومتوفر فيه أساليب قتال متنوع لتحظى بأفضل الأوقات وأنت تقاتل وحوش في عالم الشياطين. وتلك الأسباب وصلت Devil May Cry 5 إلى المركز الرابع. المركز الثالث Resident Evil 2. يعد عام 2019 هو عام كابكوم، والذي استطاع النجاح فيه بشكل منقطع النظير، وما زال تخطط للظفر بعام 2020 ضمن خططها للعام الماضي. كان ريميك الخاص باللعبة Resident Evil 2 والذي انتظره العشاق على أحر من الجمر في هذا السلسلة، وأفضل ما في الأمر هو عدم فلسفة كابكوم الزائدة في تطوير الريميك، بل قامت بنقل عناصر اللعبة الأصلية دون تكلفة، وهو ما أراده الجميع. يعد ريميك ممتاز من ناحية البصرية والرسوميات، وتم إضافة بعض المؤثرات البسيطة لكي تشعر بالرعب بكل زوايا تقابل فيها الزومبيز، مع الاحتفاظ بنفس أسلوب اللعب الممتع، ولهذا استحق Resident Evil 2 مركز الثالث في قائمتنا. المركز الثاني Star Wars Jedi Fallen Order. كل الفكرة أننا رأينا لعبة من شركة EA تعد ممتازة ولم نرى مثلها منذ زمن بعيد، فعودة قصة إلى سلسلة ألعاب Star Wars والتي افتقدناها كثيرا كانت خطوة إيجابية للغاية، كان لها أثرها في إرجاع ثقل اللاعبين بشركة EA مرة أخرى. ولكن ما قدم لنا لم يكن مجرد قصة عادية فقط، بل لعبة متكاملة من ناحية أسلوب اللعبة المرضي جدا، بالأخص عند استخدام السيوف لايت سايبر مع رسوميات وتصميم عالم خلاب لم يثر أي مشاكل تقنية نهائيا، على الرغم من استخدام قوة المنصات المنزلية. حتى صعوبة اللعبة في المواجهة للزعماء يشكل تحدي للاعبين، واختيار الجانب الخطي في سير الأحداث والقصة هو أفضل قرار اتخذه استوديو ريسبون، ولهذا استحق مركز الثاني في قائمتنا. المركز الأول Sekiro Shadows Die Twice. أبدع شركة سوفتوير في ابتكار لعبة جديدة بأسلوب مميز. اللعبة تحوي كل ما أراده اللاعبين وأكثر، بيئة اللعب في اليابان وطريقة قتال بسيوف الساموراي، وليس هذا فحسب، بل صدمتنا أنها صعبة جدا للغاية ولم تكن أصعب من سلسلة Dark Souls دون مبالغة، وهو ما أعطاها نكهة للتحدي لإنهاء اللعبة. قدمت أسلوب لعب متميز ومتمحور حول اللعب بالتركيز وصد ومراوغة ومن ثم الهجوم في الوقت المناسب تماما، وأصبح التحدي للاعبين الذين يريدون تحديا أثناء اللعب، لهذا استحق اللعب أن تكون في مركز الأول. تلك كانت قائمتنا لأفضل 10 ألعاب في عام 2019. ولا تنسوا أن تدعموني باللايك والشير، واكتبوا لي في التعليقات أي من الألعاب لعام 2019 المفضلة بالنسبة لكم واللي حاب تجربها، والألعاب اللي ما ناسبتكم. كان معكم منذر، إلى أن نلتقي في فيديو قادم. سلام.